وعودة من جديد لمواصلة نشرتنا الرياضية، حيث حدد النادي الأهلي يوم السادس من شهر مارس القادم موعدا لمواجهة الفائز من مباراة ريال كاتيجو بطل بوركينا فاسو وفريق مونانا بطل الجابون في ذهاب دور ال 32 لدوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة في الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي. وأرسل الأهلي خطابا لاتحاد كرة القدم اليوم الثلاثاء لمخاطبة الاتحاد الأفريقي كاف بشأن تحديد بطل مصر موعد ومكان مباراة الفريق بدور الأبطال الأفريقي. الجدير بالذكر أن فريق ريال كاديجو بطل بوركينا فازو قد فاز على أرضه بهدف نظيف على فريق مونانا بطل الجابون في مباراة الذهاب للدور التمهيدي لدور الأبطال الأفريقي، على أن تقام مباراة العودة يوم 20 من شهر فبراير الجاري بالجابون. قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه سعيد للغاية بالفوز الذي تحقق أمس على المقاولون العرب بخماسية مقابل هدفين في الجولة 23 من منافسات الدوري العام. وقال البدري إنه يشكر اللاعبين لأنهم عادوا سريعا وتداركوا الموقف من جديد بعد أن تعادل المقاولون العرب في الشوط الثاني، وسيكون هناك وقفة مع اللاعبين لمعرفة أسباب التراجع بعد الهدفين في الشوط الأول. نتابع في التقرير التالي أبرز ردود الأفعال بعد فوز الأهلي الكبير على المقاولون في الدوري العام. أكيد بحمد ربنا على الفوز النهاردة، طبعا الفوز مهم جدا وثلاث نقاط، وزي ما احنا دائما بنقول في ثوابت ان احنا بنسعى وبنجتهد طبعا للفوز اللي هو مهم جدا والثلاث نقاط، وفي طبعا بتبقى في ظروف محيطه بكل مباراه وهي وضع المنافسه ازاي واهميه الثلاث نقاط، فيمكن النهارده برضو بنفوز بثلاث نقاط لكن بيوسعوا الفرق شويه لصالحنا، فده اكيد خطوه ايجابيه. لسه بطوله الدوري طويله لكن بتبقى مهمه جدا، فبقول الحمد لله. اذا اتكلمت على المباراه زي ما قلت في المؤتمر، يعني هو فوز طبعا مهم جدا واداء جيد لكن مش طول فتره المباراه، لان كان في طبعا النهارده سلبيه من جانبنا كلنا، يعني انا برضو بحمل نفسي المسؤوليه، انا موجوده مش عاوز اقول، لكن انا طبعا واقف على الخط وبقول ان احنا في فترات حسينا بارتياحيه شويه وان المباراه اتحسمت، وده اللي انا كنت قلقان منه لان الاهداف جت مبكره وضيعنا بعدها يمكن هدفين مؤكدين في الشوط الاولاني، حصلت سلبيه شويه في التفكير وارتياحيه ان المباراه قريبه مننا، وعشان كده شفنا دخول المقاولين تاني والتعادل، عملنا مجهود طبعا اكتر وضغطنا اكتر، ما كنتش اتمنى كده، لكن في النهايه لازم اشكر اللعيبه على الظروف والتعامل مع الظروف النهارده بقول، والاداء الجيد طبعا، لان في النهايه في اداء جيد باجمالي المباراه وفي فوز جيد، لكن زي ما انا بقول برضو نستفيد ان احنا كل وقت في المباراه لابد يبقى في تركيز، ما يجيبش ان انت تشعر ان المباراه انتهت في اي وقت الا مع صفاره الحكم، ودي السلبيه الوحيده اللي احنا يعني عملناها النهارده. الحمد لله طبعا على المكسب والحمد لله رب العالمين على الاداء. المباراه هي درس متكرر في كرة القدم، المباريات بأحداثها يعني بتبقى سهلة جدا وبعد كده بتتصعب جدا جدا جدا، وممكن لا قدر الله كمان كنت تبقى طالع بنتيجة بعد الرجوع المقاولين ان هو يبقى يتقدم كمان، وده كرة القدم. يعني انا عايز اقول حاجة ومصمم عليها يا جماعة، مفيش حاجة في الكورة اسمها تعاطف، مفيش حاجة اسمها رحمة، مفيش كده في الكورة. يعني انت كسبان 2-0 وليا بينالتي او ليا هدف لازم يتحسب، كسبان 3-0 وليا بينالتي او هدف لازم يتحسب، كسبان 20 يا سيدي، يعني كسبان 20 كرة وليد ازارو 3-0 ايه ليه ما تتحسبش؟ ليه ما تتحسبش؟ ليه يبقى انا شايف ان انا لا 2-0 كفاية؟ مفيش كده، مفيش كده في الكورة خالص يعني. فاعتقد ان ده درس في الكورة، الحمد لله رب العالمين، يحسب طبعا لفرقة المقاولين، فرقة محترمة جدا عندها قدرات كويسة، عندها عناصر كويسة، عندها مواصفات او قدرات في كرة القدم، من سرعة، من استحواذ، من انطلاقات، من خبرة، من تحكم في الكرة، عندها حاجات كثيرة وعندها جهاز فني على مستوى عالي جدا. احنا عارفين كويس قوي ان مباراة المقاولين من المباريات الصعبة مش السهلة، لكن يحسب للعيبة كمان التعامل الجيد مع اللقاء، في بعض الاوقات طبعا رجع المقاولين للكوره او رجع المقاولين للجيم، وده حال كره القدم، لكن الحمد لله رب العالمين على المكسب. بقول الحمد لله مكسب مهم، ثلاث نقط مهمين في مسيرتنا في الدوري، بتوسع الفرق بينك وبين الاسماعيلي، بتكمل في الصداره بشكل كبير،
يعني هي مباراة كبيرة، كانت مباراة أكيد صعبة، أحداثها يعني كتيرة وكبيرة، سواء سهلة وصعبة وفيها إثارة. يمكن كان ممكن المباراة تتقتل الشوط الأولاني تماما وما يكونش في أمل للمقاولين، لكن هي كرة قدم، أنت بتجيب هدفين بتضيع، فريق المقاولين بيجيب هدف في نهاية الشوط الأول بيديله أمل إنه يدخل الشوط الثاني، وعنده أمل كبير إنه يتعادل من ضرب الجزاء، اتعادل أموره صعبت علينا أكتر، ولكن الحمد لله يمكن تغييرات والتزام اللعيبة بعد كده وإصرارهم على المكسب كان موجود، بتجيب 3 اجوان وبتكسب 5، فالحمد لله يعني مكسب مهم وثلاث نقاط مهمين الحمد لله. الحمد لله زي ما انت قلت مكسب مهم جدا ومكسب كبير، ويمكن المباراه لو حللناها او قلنا اللي حصل خلالها، بدانا المباراه بشكل كويس جدا، جبنا جونين وضيعنا فرص كثيره جدا، كان عندنا امكانيه ان احنا نزود الثالث والرابع خلال الشوط الاول، كميه الفرص اللي ضاعت، الجون اللي دخل فينا في نهايه الشوط الاول، وبدانا الشوط الثاني بشكل مش كويس اول 5 دقائق او اول 10 دقائق لحد ما هدف التعادل جه فينا، انما بعد كده كان رد فعلنا الحمد لله كويس جدا، يعني رد فعلنا خلال التغييرات اللي عملها الكابتن حسام من غير خلال تحريك عدد من اللعيبه جوه الملعب، عبد الله السعيد، وليد سليمان، اسلام محارب، تغيير الاماكن بشكل جيد جدا، انما هي النقطه الاهم ان هو درس مهم جدا بالنسبه لنا. المباراه عندنا الامكانيه ان احنا نخلصها بدري، كانت لازم تخلص بدري. قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق الذين شاركوا في قائمة مباراة المقاولون العرب أمس الاثنين راحة سلبية من المران اليوم الثلاثاء، والذي كان محددا له 3:00 على ملعب مختار التتش بالجزيرة. يأتي قرار البدري حتى يمنح اللاعبين قسط أوفر من الراحة في ظل ضغط المباريات الذي يواجهها الفريق في الفترة الحالية، ويستعد الأهلي لمواجهة الأسيوطي في الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالأسكندرية. قضى أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المران صباح اليوم الثلاثاء للاعبي الفريق الذين غابوا عن قائمة الفريق في مباراة الأمس أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز الأهلي بخماسية مقابل هدفين. بدأ المران ببعض الفقرات البدنية المطولة للحفاظ على لياقة اللاعبين، ثم شاركت المجموعة التي خاضت المران في تقسيم على شوطين، وعلى الجانب الآخر خاض اللاعبين المصابون جانبا من التدريبات الاستشفائية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، وذلك بعد انتهاء المران الذي أقيم صباح اليوم. شارك سعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة التي أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وجاءت مشاركة الثلاثي بعد غيابهم للإصابة لتأكيد بداية جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من غدا الأربعاء. ويعاني معلول وسعد سمير من شد في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية أبعدتهما عن المشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية، فيما كان يعاني هاني من آلام أسفل عظمة الظهر. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.